السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا. يشكل الماء ما يتراوح من 50% إلى 80% من جسم الإنسان، وهو ضروري لجميع وظائف الجسم كونه الوسط الذي تحدث فيه جميع عمليات الجسم كيميائية، لذلك فهو يعد جزءا أساسيا من نظام الغذاء الصحي والمتوازن. إذ ينصح بشرب كميات كافية من الماء بشكل يومي، وفي حالة عدم استساغ طعم المياه العادية يمكن شرب المياه الغازية بدلا منها، كما يمكن إضافة قطع الليمون أو عصير الفواكه إليها أو غليها وصنع الشاي أو القهوة منها، مع تجنب إضافة السكر. وإن شاء الله في هذا الفيديو سنتطرق عن بعض الفوائد الماء، ولكن قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. موعدنا بعد الفاصل. يعد الماء من أفضل السوائل الطبيعية التي تساعد على ترطيب الجسم وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة عمل العضلات والمفاصل وتخليص الجسم من سموم، كما يساعد ترطيب الجسم أيضا على تنظيم مستويات السكر في الدم وتخفيف الصداع وتعزيز صحة البشرة وزيادة الشعور بالنشاط. ومن الجدير بالذكر أن عدم شرب كميات كافية من الماء يوميا قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، مما ينتج عنه شعور بالتعب واضطراب في وظائف المخ والتهيج وارتفاع درجة حرارة الجسم. وفيما يأتي بعض الفوائد لشرب الماء قبل النوم، وكذلك يقوم بتحسين المزاج، حيث إن عدم شرب الماء قد يؤثر على المزاج بشكل سلبي، مما قد يتسبب في اضطراب في النوم. ففي إحدى الدراسات التي نشرت في مجلة بلوس وان عام 2014 والتي أجريت على 52 شخصا، تبين أن مجموعة الأشخاص الذين انخفض استهلاكهم من الماء أصبح لديهم شعور بعدم الارتياح وقلت لديهم المشاعر الإيجابية. وعلى خلاف ذلك فإن مجموعة الأشخاص الذين قاموا بزيادة معدل شربهم للماء زادتهم لديهم المشاعر الإيجابية كالشعور بالرضا والراحة، كذلك مساعدة الجسم على التخلص من السموم والفضلات، حيث إن شرب الماء وخاصة الماء الساخن أو الدافئ يساعد على تخليص الجسم من السموم والفضلات وتحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية وإبقاء الجسم رطبا طوال الليل وتخفيف آلام وتقلصات المعدة. وعلى الرغم من أن شرب الماء الساخن أو الدافئ قد يؤدي إلى زيادة التعرق وفقدان بعض السوائل أثناء الليل، إلا أن التعرق بحد ذاته يساعد على إزالة الأملاح الزائدة والسموم وتنظيف خلايا الجسم. وكما ذكر سابقا فإن إضافة الليمون إلى الماء يعطيه نكهة منعشة ويزيد من الرغبة في الشرب قبل النوم، بالإضافة إلى أن الليمون يحتوي على فيتامين جي الذي يعد ضروريا في تعزيز الجهاز المناعي ومحاربة العدوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الجميع. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وشكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.